إلى موضوع آخر الآن، حيث لا تزال طوابير الانتظار أمام مقرات الدوائر تقف عائقا أمام المواطنين من أجل استخراج جوازات السفر، حيث استاء كثير من الوضع متسائلين عن سبب هذه الفوضى العارمة التي تطال الإدارة. التقرير لإبراهيم برقاش. هي ليست صورا للاحتجاج على قائمة للسكنات، بل هو مسلسل طوابير الانتظار أمام مقرات الدوائر من أجل إيداع ملفات جوازات السفر، والذي عاد للواجهة مجددا، حيث يتوافد الأشخاص في الساعات الأولى من الليل بحثا عن مكان لهم في القائمة التي يحضرها أول من يصل للدائرة. جينا باش ندفعوا باسبور، فهمتني يا خويا؟ تجي دير الله شان 14 الصباح، 14 الصباح تماركي اسمك في ورقة، فهمتني؟ ورقة ديجا الشعب هو اللي يديرها، ماشي لا دايرة ولا حنا اللي نديروها، فهمت؟ ديجا تسمى كل واحد وكيفاه. ديجا خطيفات جيت كانوا دوفاي، جيت على 6 تاع الصباح، جيت باش نماركي، صبت الغاشي ولا لي سي بون كومبلي، ما قدرتش، قالوا لي سي تخو طاخ. بالنسبة لنا ما عرفناش انا كيفاش، الى هذا كل حاجة انا في الجزائر نعتبرها مشكل، حتى باش تسحب رخصة ولا تسجل باسبور ولا كذا لازم لك تتعذب. هذا المشكل يطرحوه المسؤولين، يقولوا علاش هذا المشكل. تساؤل المواطنين حول مشكل الضغط والطوابير التي تتكرر في كل مرة نقلناه للسلطات المحلية، والتي كانت تبريراتها قروب أجل انتهاء صلاحية جواز السفر العادي. هي بالفعل الإمكانات المتوفرة لا تتسع إلى استقبال كل هذه الأعداد. احنا قد يصل احيانا العدد الى اكثر من 800 شخص يوميا، والضغط اللي راه موجود الان لانه جوازات السفر كلها تنتهي صلاحيتها في 24 نوفمبر 2015، بالاضافه الى ان الكثير من السفارات ومن القنصليات تشترط جوازات سفر لاكثر من 3 أو 6 اشهر. هو اللي صاري كيف يقولوا الضغط. تحسين الخدمة العمومية حديث طالما سمعناه مرارا من المسؤولين عن القطاع، غير أن دار لقمان باقية على حالها، وهذه الطوابير لا تزال تهدر أوقاتا ثمينة للجزائريين.